ويشغل قطاع الجلود في تونس 450 مؤسسة صغرى ومتوسطة ناشطة في المجال الصناعي والتقليدي. ويشهد هذا القطاع منذ سنوات الذي يشكل وينقش على أيدي صناع المهرة يخرجون من النحاس أدوات وتحفا في غاية الإبداع والإتقان. والفخار كذلك لا يزال يحافظ على وجوده وألقه في مدينة تونس. هناك العديد من المشاغل التي تعنى بصناعة الفخار وتشكيله وإنتاج الأدوات الفخارية التي تتواجد بكثرة في الأسواق الشعبية التونسية. ومن أهم الصناعات التقليدية التونسية هي صناعة اللباس التقليدي التونسي والذي يطرز ويخاط باليد. واللباس التقليدي التونسي تعود أصوله إلى أصول عربية أو تركية أو بربرية أو أندلسية، كالجبة والجلباب والبدعية والشاشية والسفساري، وهي العباءة التونسية. صناعات شعبية، وربما يكون سبب الازدحام في هذه السوق تنوع البضائع وكثرتها وسعرها الذي يناسب ذوي الدخل المحدود من سكان المدينة أو حتى زوارها. وهذه السوق ليست الوحيدة من نوعها في مدينة تونس، فالمدينة تعج بالأسواق الشعبية التي تنتشر في جنباتها، كسوق الشيشة وسوق البركة وسوق الترك وسوق الصوف وسوق العطارين وغيرها. وأما العدد الإجمالي للأسواق في تونس فهو 22 سوقا موزعة على 15 دائرة. والمقاهي المنتشرة في كل مكان والتي تلقى إقبالا لافتا، وهذه المطاعم تجود بأطيب وأشهر الأكلات في المطبخ التونسي، كالكمونية والكسكسي بالعلوش والمكفول. هذا بالإضافة إلى أصناف متعددة من الأسماك والمأكولات البحرية. ومن أشهر الصناعات التقليدية التي يعود عمرها إلى أكثر من قرن من الزمان ولا تزال حاضرة بقوة إلى اليوم إذ توارثها الأبناء عن آبائهم وأجدادهم، هي صناعة الحلويات التونسية. والحلويات التونسية هي الأشهر في شمال إفريقيا، وقد انتشرت هذه الحلويات في دول مجاورة نظرا للذة مذاقها وتنوع أصنافها. وفي تونس العاصمة هناك الكثير والكثير من المعامل المتخصصة في صنع هذه الحلويات، إلى جانب المحال الكثيرة التي تبيعها. ومن أشهر الحلوى التونسية الصمصة والمبروط والزلابية والخفاف وقرن الغزال
والبقلاوة وغيرها. أما هذا المكان المكتظ بالبضائع